يعطيكم العافية، معكم رؤى بسام من فريق الكاسات. إن شاء الله هذا الفيديو رح نشرح لكم فيه آخر إشي بخصوص موضوع Simply Linked List. لو رجعتنا لموضوع الـ Pointer in Class، حكينا إنه الـ New Keyword بتعمل لي مشاكل، وإحنا حاولنا نشوف شو المشاكل ونلاقي لها حل. أول مشكلة كانت عندنا، واللي هي إنه بس ينتهي الـ Scope تبع الـ Pointer فالـ Pointer بيروح، فالإشي اللي بيأشر عليه ببطل يأشر عليه، فالـ Nodes بصيروا لحالهم في الميموري وبسبب لي مشكلة الـ Memory Leak. أوكي، فهاي المشكلة حلناها عن طريق شيء اسمه destructor. فهون بحكي له ال list ال destructor، بعطيه هاي إشارة اللي هي زي النوت، ما إله return data type without parameter، وعندي منه واحد بس بالكلاس. تمام، هون لو إجيت حكيت له هيك، طيب لو إجيت عرفته بدي أحكي له ال list. هو شو بده يعمل؟ هو بده يلف على النوت ويحذفهم. فأنا بحكي له طالما هاي اللينكد ليست مش فاضية، طالما هي is not empty empty، شو بده يعمل؟ بده يحذف لي اياهم. فرح يعمل لي يا delete first يا delete last، اعمل اللي بدكم اياه. انا رح خليه يعمل لي delete first عادي، يعني هو المهم يفضيها. اوكي، حتى اعرف انه هذا الديستركتور اشتغل او لا، راح احط فيه جملة سي اوت، احكي له انه الليست ديليتد كم انت لاين كم. وبعدين راح اروح هون على المين، اعمل run. تمام، هي طبع لي 1 2 3 وطبع لي الهيد والتيل والليست ديليتد، انه اشتغل عند الديستركتور. فأنا هيك بكون حللت مشكلة الميموري ليك. اوكي، المشكلة الثانية اللي كانت تطلع عندي اللي هي هون، لو اجيت عرفت كمان كمان ليست. اوكي، وجيت حكيت ال2 دوت ات فيرست، خليتها اطول نتفة. طيب، وجيت حكيت هون طبعتها ال2 دوت برنت. تمام، جيت حكيت هيك، طبعا الاولى والثانية فيش فيهم مشكلة، واشتغلت الديستركتور عندي مرتين. كل مرة بعرف فيها اوبجكت رح اشتغل عندي الديستركتور مرة. اوكي، هلا لو اجيت عملت هيك ال2 تساوي ال1، اوكي، ورحت طبعته، دوت برنت كمان للـ L2، شوف شو صار عندي. طلعهم، طبع لي الأولى والثانية كل أمورهم تمام، بس المشكلة إنه اشتغل عند الديستركتور مرة واحدة بس. طلعوا على الـ addresses، بتلاقوا إنه الـ addresses نفسهم. تمام، وهي مشكلة. هاي شو معناها؟ هاي معناها إنه الـ two objects هلا عم بيأشروا على نفس المكان. أنا ما بدي هذا الإشي يصير، أنا بدي القيم اللي موجودة، بس الداتا اللي موجودة في L1 تروح على L2، أما الـ addresses ما بدي إياها تنتقل. فهون هاي المشكلة اسمها الشالو كوبي، بحلها عن طريق الأوبريتر ريتر إيكوال. طبعا هي عبارة عن void، ما بترجع لي شيء. اوكي، رح أعرف فيها list هيك. اوكي، list او مثلا. تمام، خليها تحللي المشكلة هاي، اروح على الامبلمنتيشن اعرفها. طيب، هلا انا شو بيهمني هون؟ بيهمني اللينكد ليست اللي عم بنقل منها هل هي فاضيه، واللينكد ليست اللي عم بنقل الها هل هي فاضيه، يعني اللي منها والها هل هم فاضيين ولا لا. اول اشي بدي اشوف اللينكد ليست اللي عم بنقل الها، اذا مليانه بدي افضيها عشان النودز اللي عم نأشر عليهم ما يضيعوا في الميموري ويعملوا لي ميموري ليك. اوكي، فبحكي له why إذا كانت مليانة مش empty، شو بده يعمل؟ بده يفضيها delete first. هاي أول إشي بدي أفضي اللي عم بنقل إلها. هلا اللي بدي أنقل منها هل هي فاضية ولا لا، اللي هي not or dot is empty. بده يعمل التالي. هلا شوفوا،
هون بهمني أول إشي أول نود، تمام؟ هلا أنا هون رح أعمل نسخة جديدة، تمام؟ رح أعمل نسخة جديدة ورح أعمل نودز جداد، أوكي؟ فأول نود بدي أعملها رح يأشر عليها الهيد، تمام؟ بعدين شو رح أعمل؟ رح أجيب بوينتر يأشر عليها وبوينتر يأشر على اللينكد ليست اللي عم بنقل منها، ويصير ينقل على القيم مش الأدريسيز بس، ينقل للقيم، تمام؟ فبجي بحكي له نود T1، هذا البوينتر اللي رح يأشر لي على يعني اللينكد ليست اللي عم بنقل إلها، و T2 رح يأشر لي على O.head، اوكي؟ هون بوينتر هذا بيأشر على اللينكد ليست اللي بنقل إلها، هذا على اللينكد ليست اللي بنقل منها، تمام؟ هلا بعد هيك شو بده يعمل؟ بده يحكي لي إنه الهيد و T1 بيأشروا على أول نود اللي أنا رح أعملها نيو نود، ومين فيها؟ اللي هو T2 أرو داتا بس، تمام؟ بعد هيك طالما طالما أنا يعني طالما الليست اللي عم بنقول منها موجودة أو مليانة أو لسه ما خلصت، طالما T2 أرو next لا تساوي 0، اوكي؟ هلا ليش T2 أرو next؟ لأنه خلص أنا الهند نقلتها، تمام؟ فبدي أبلش من عند النكست تبعها، اوكي؟ شو رح يعمل لي هون؟ رح يحكي لي T2 تساوي T2 أرو next، بدي أمشي عشان أنقل الداتا، وشو بده يعمل؟ اعتبروني عم بعمل على اللينك ليست اللي بنقل إلها add last، فشو بحكي له؟ T1 تساوي T1 أرو next تساوي new node، اوكي؟ ورح ينقل لي T2 أرو داتا، تمام؟ هيك أموري كلياتها تمام، نقلت بالأول أول نود وبعدين نقلت باقي النودز وكله تمام، طلع عندي بس خطوة بسيطة واللي هي إني أخلي التيل واقف عند آخر نود، فبحكي له التيل تساوي T1، اوكي؟ هلا رح نروح هون نيجي نعمل run، تمام؟ طلعوا الليست اللي تدي اشتغلت مرتين، القيم انتقلت، الادريسيز مش نفس بعض، وانحلت المشكلة، تمام؟ هلا اعتبروا انه هذا كلياته خلص مش موجود عندي، كلياته اوكي انحلت عنا المشكلة وكله تمام. اعتبروا اني انا معرفة function اسمه f، تمام؟ هذا الفانكشن اللي اسمه f بيستقبل object by value اسمه x، اوكي؟ هذا الفانكشن بدي اياه يحذف لي اول نود بس، تمام؟ فبحكي له ان انا داخل الفانكشن اللي اسمه f nf عشان نميز end line هلا، اوكي؟ شو بدي اعمل؟ delete first، اوكي؟ مين اللي بتعمل لي delete first؟ من عند x، اوكي؟ x dot delete first، تمام؟ هلا بس علشان نميز انه هل يعني ايش صار قبل وبعد، رح احكي رح اطبع قبل الحذف وبعد الحذف dot print، اوكي؟ وبرح اطبع بعديها، تمام؟ عشان تشوفوا الحذف اللي صار dot print، رح احكي له اخر اشي see out لا end of f، ماشي؟ end هون راح استدل function اللي اسمه f وابعت له l1، شوف شو صار عنا. تمام، شوفوا شو صار عندي هون. تمام، هلا بس هون عندي عشان يتوضح لكم المشكلة، بس بدي اودي هاي امحيها وارجع مرة. طيب شوفوا شو المشكلة اللي عندي. المشكلة اللي عندي انه الادريسيز اتكررت، اوكي؟ هو صح معها او الاد فيرست وزي هيك، بس المشكلة عندي انه الديستركت اشتغل عندي مرة واحدة، تمام؟ فهاي المشكلة اللي بتكون طالعة من مشكلة اللي هي اني عم بعمل call by value تنحل بالكوبي كونستراكتر، اوكي؟ هلا الكوبي كونستراكتر فكرته تقريبا يعني هو زي كأني هون المشكلة اللي عندي انه بصير عندي نفس مشكلة الاوبريتر اوفرلودينج، اوكي؟ تقريبا نفس المشكلة بس هي بشكل ضمني. فالحل تبعها
نفس الحل اللي موجود في الاوبريتر ايكوال. اللهم هون اني انا ما مش مضطر اعمل اني امحي الليست واعمل ليست جديده، لا هون الفكرتها بس انه ايش، انه ما في اشي امحي. تمام، فرح اروح على الكلاس واعرف الكوبي كونستراكتور. الكوبي كونستراكتور اسمه على اسم الكلاس، بحط فيه بعرف فيه اوبجكت من نفسه او. تمام، وباجي ايش بعمل، بس نفس اللي عم بيصير وين، نفس اللي عم بيصير بالاوبريتر اوفرلودينج. اوكي، بس هي فكره بسيطه واللي هو انه انا رح اعمل نسخه جديده، ما في اشي امحي. تمام، فهون رح اجي اعمل هيك، بس هيك. تمام، طيب رح ارجع هون اعمل run. تمام، الستريت اشتغلت عندي مرتين وحذف لي اياها وكل الامور تمام التمام. تمام، هلا هيك نكون خلصنا موضوع ال simply linked list كامل. تمام، بامكانكم تجربوا function summation maximum average، يعني يحسب الافرج للداتا الموجود جوا linked list. تجربوا عليهم functions ثانيين، او مثلا اذا حابين تستفيدوا تكتبوا الكود لحالكم مثلا غيروا المسميات. تمام، ويعطيكم العافية.